السلام عليكم بنات، لاباس عليكم؟ صحيحتكم لاباس، نتمنى تكونوا على خير وبخير. اليوم غنقدم لكم واحد الطريقه زوينه في اللوبيا، مغايره على الشكل اللي كنديرو ديما. كنطيبوها بحال شكل طياب ديال الرجله وكتجي زوينه وبنينه. نبداو المقادير على بركه الله. عندي اللوبيا نص كيلو تكون مغسوله مزيان ومقطعه طريفات صغار كيف ما كتشوفوا. عندنا معلقه ديال مطيشات الحك، عندنا معلقه ديال قزبر، عندي معلقه ديال الكمون، معلقه ديال التحميره، عندي معلقه ديال الابزار، عندي جوج معالق ديال القزبر والمعدنوس مقطعين، عندي ثومه، وعندي الحامض مقطع صغير طريفات صغار، والزيتون مقطع، وعندي الملحه وزيت العود وكاس لاروب ديال الماء. نبداو على بركة الله. ناخذ اللوبيا نديروها في الكوكوت، كنزيدو عليها معلقة ديال الكمون، تحميرة، القزبر، قزبر يابس، عندي الإبزار، عندي معلقة ديال مطيشات الحك كما قلت، جوج دروس ديال الثومة ولا ثلاثة، جوج حتى ثلاثة، وجوج معالق كبار ديال القزبر والمعدنوس. وغادي نخليو الحامض مصير والزيتون هو الاخر حتى طيب لينا عاد باش غادي نزيدو. كناخدو رشيشة ديال الملح، كيبقى الملح على حسب الذوق، وكنديرو زيت العود، وغادي نحركوها، نحطوها على العافية وغادي نحركوها حتى العناصر كلها تدخل في بعضياتها. وعاد باش غادي نزيدو عليها داك كاس لاروب ديال الماء وغادي نسدو. وهاي اللوبيا ديالنا من بعد ما طابت غادي نزيدو عليها داك الحامض مصير والزيتون مقطع، وغادي نحركوها واحد 5 دقائق ونطفيو عليها. وهاي البنات اللوبيا ديالنا وجدات، نتمنى تعجبكم ويعجبكم الفيديو ديالي، واللي عجبو شارك معايا في القناة ديالي. وشكرا وبالصحة والراحة.